السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. ما تنسوش الإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو، ولو أول مرة تشاهدوا القناة فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس بحيث يوصلكم كل ما هو جديد. تعالوا نشوف فيديو اليوم. لله الحمد، الحمد لله. بالنسبة عندي الكتاكيت ديت، الكتاكيت ديت كانت بادئة اللي هي تصرخ وسابوا أمهم معاهم، بس بالفعل كنت نسيت ان الشباك مفتوح وبدأوا من اللي هما سيقهم، وبدأ الحمام بتاعهم لونه عسلي، وفي الحمام بتاعهم برضو بدأ اللي هو يعني فيه يعني تعريقات من الدم. فطبعا عرفت اللي هي ساعة، فطبعا بدأت اللي انا جبت حاجتين اتنين، كابكت وستال، كابكت وستال، وبعدين خدت من ده هو 5 سنتي وده 5 سنتي، وبدأت ضربتهم على رطل مية، وبدأت هو المحلول ما خفتهوش بأي شيء، وبدأت اللي أنا حطيته لهم في السقاية بتاعتهم دهيت لمدة 3 أيام، وبالفعل لله الحمد جابوا معايا نتيجة والحمد لله، مفيش حاجة منهم وقعت منهم ولا حاجة سقطت. بدأت بالفعل الحمد لله صحتهم الحمد لله بدأت تتظبط. ببدأ برضو في الوقت ده هو ببدأ أجيب لهم شوية عليقة مع شوية لقم طرية اهو ديت عليقة على لقم. طبعا لو في برضو موجود معاك شوية فول مدمس على بيضة مسلوقة بيبدأ بسم الله ما شاء الله هتلاقي صحة الكتكوت معانا كويسة اهو بسم الله ما شاء الله. صدر كتكوت، صحة الكتكوت بإذن الله الحمد لله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تبدأ الحاجة تتحسن معاك بسم الله ما شاء الله. طبعا الحاجة لما بتظهر عندك تعب بدأت بالفعل يعني في الوقت ده هو يعني أنا جيت أفطرهم تاني يوم الصبح، لقيت طبعا الكتاكيت ببدأ أكلها 3 طقات في اليوم، علشان في ناس بتسأل أكلهم كم طقة، ببدأ أكلهم طقة الصبح وطقة الظهر وطقة آخر النهار، لكن المية قدامهم 24 ساعة بسم الله ما شاء الله. طبعا انت دلوقتي في الكون يكون عندك تقول العلاج دوت ما بيجيبش نتيجة، الخلطة اللي احنا بنعملها والخلطة اللي موجودة معانا على القناة تقول لي ده ما بتجيبش نتيجة، لا هي خلال 3 أيام وعن تجربة والله العظيم دولت اهوت الحمد لله رابع يوم ليهم النهاردة، بدأت اللي انا هبعد المية بقى اللي هي الكابكت اللي للإسهال وخفض الحرارة، والحمام بتاعهم بقى كويس. لكن أنا دلوقتي لاحظتهم يعني أنا سبتهم ونزلت وبيتهم، تاني يوم صحيت لقيتهم كده وتعبانين، بدأت عملت لهم الخلطة بسرعة وبدأت بالفعل خدتهم لما لقيتهم كشين وعاملين كده، بدأت اللي أنا حطيتهم في الشمس لمدة مثلا زي نص ساعة لغاية ما بدأوا يعطشوا الكلام ده، واتظبطوا مثلا خدوا شوية كالسيوم من الشمس، ده اللي عملته معاهم والله. وبدأت اللي أنا حطيت لهم المية بالحاجة ديت الكابكت والستال، عندك كيس معالجة جفاف ابدأ حط لهم كيس معالجة جفاف تمام لمدة 3 أيام، وعلى الحال ده هو بدأت اللي أنا أشمسهم الساعة 8 الصبح احطهم في الشمس، وابدا بعد نص ساعه ابدا اخدهم في المكان اللي هما بيباتوا فيه، ببدا اللي انا احطهم فيه. بداوا الحمد لله اتظبطوا كتير عن الاول، والحمد لله اتحسنوا، والحمد لله بدات اللي انا قفلت عليهم برضو الشباك بحيث برضو ما يتعبوش مني، والحمد لله في تحسن. لكن ما تسيبش الحاجة تبدأ اللي تتعب منك بعدها ب3 أيام وتيجي تقول ده الحاجة تعبانة، ده الحاجة مكسحة، ده الحاجة نايمة على الأرض، انت بتسيبها لغاية ما بتموت منك. يعني انت بتطلع عند طيورك كل يوم، يعني انت حقيقتك يبقى عينك انت تلاحظ الحاجة اللي موجودة عندك وتبدأ تشوفها ايه الدنيا فيها، مش تسيب الحاجة مثلا تعبانة وتيجي في الآخر بعدها ب4 أيام بأسبوع تيجي تلاقي الحاجة مكسحة، تلاقي الحاجة نايمة، لأ انت بتطلع عندك كل يوم على السطح
وبتبدأ اللي انت تأكل طيورك، ان كنت بتسيب طيورك، ان كنت بتنظف للطيور. فطبعا تلاحظ الحاجة النهاردة مثلا كويسة قدامنا، تاني يوم لقيتها كشة، لقيتها عاملة كده، ابدأ اتفاعل معاها، ابدأ هتلاقيها العلاج بتاعها. لو انت طلعت في اي وقت، انا بتكلم اهو، اي وقت طلعت لقيت طيرك كاشش، ولقيت مثلا الحمام بتاعه متغير، ابدأ اعمل له الخلطة على طول، يعني الخلطة كاملة. او مثلا اعمل له مثلا تاني يوم اعمل له عم كبكت على ستال على كيس معالج الجفاف، لان في الوقت ده بيبقى محتاج محلول جفاف وتبقى صحته ضعيفة. فالوقت دوت ابدأ اللي انت تاني يوم على طول، ما تستناش اللي انت تقول لا ده انا هسأله، لا على طول ابدأ اللي انت اتفاعل مع الحاجة. ابدأ مثلا انا دلوقتي طلعت ولقيت الحاجة متغيرة معايا وشكلها متغير وحمامها متغير، ابدأ اعمل لها الخلطة ديت، بحيث اللي هي تبدأ وقت تبدأ تخف معاك بسرعة، مش تسيبها مثلا لمدة اسبوع وترجع تاني تقول ده الحاجة تعبانة. لا، الخلطة ديت او مثلا كبكت، بس كبكت للإسهال، وعندك مثلا ستال خافض حرارة وكيس محلول جفاف، والله العظيم هتلاقي الحاجة معاك اتظبطت، وهتلاقي الحاجة معاك بسم الله ما شاء الله اتحسنت تاني. لكن اللي انت تسيب الحاجة، ايوه تسيب الحاجة لغاية ما تتعب، وتبقى مثلا سايبها مثلا منها للطل والكلام ده، تقول الحاجة ما بتخفش، لا، حاول اللي انت تحط الحاجة مثلا في عشك كده زي كده مثلا، او في مكان على قدهم يكون دافي والكلام ده، ابدأ دف الحاجة الاول. ما هو اهم حاجة انت دلوقتي لو الواحد لو جاله شوية برد وحبيت اللي انت تاخد حقنة للبرد، لا بيقول لك الدكتور يقول لك ايه، حاول اللي انت تعرق، حاول اللي انت تستغطى وتعرق، تمام، عشان تجيب معاك فايدة. لكن اللي انت تبدأ اللي انت تعالج الطير، وتبدأ اللي انت تديله علاج، وتبقى سايبه منه للطل ومنه للتلج، وتقول الحاجة ما خفتش، لا طبعا، انت كده انت اللي بتضرها وبتضر نفسك، تمام. ليه بتضر نفسك في ايه؟ لان الحاجة ديت ما بقتش دلوقتي تكلف شوية، الحاجة بقت تكلف شيء وشويات، تمام. على ما بتجيب كيلو عليقة، لو جبته مثلا ب 19 جنيه ولا ب 20 جنيه، اتفرج انت بتكلف كتكوت من اول عمر بيضة لغاية ما كتكوت هندي يتنيه معاك، لغاية ما يبدأ اللي هو يصب ويبدأ جسمه يتظبط لغاية عمر سنة، او فرخة تقعد معاك 6 شهور ولا 7 شهور على ما تفكر اللي هي تبيض، او تقعد معاك سنة على ما تبيض. فانت ليه دلوقتي اللي انت بتبدا تربي الكتكوت، ابدا اللي انت حافظ عليه، ما تبداش اللي انت تسيبه منه للطل منه للسقعه، وتبدا اللي انت تيجي تقول لي الحاجه تعبانه والحاجه ما بتخفش او العلاج ما بيجيبش معاها نتيجه، لا، حاول الحاجه تبدا اللي انت تهتم بها، هتلاقي الحاجه معاك كويسه باذن الله، تمام. وبالنسبه مثلا اللي انت تستعجل بقى، ده الفرخه ما وضتش، ده الفرخه مش راضيه تبيض، ده كل حاجه لها وقت، انت بتعمل اللي عليك والباقي على الله. يعني ما تجيش تقول مثلا ده اللي عند الفرخه بقى لها 6 شهور مش عايزه تبيض، هي لسه معاتها، لسه ما بيضتش، لسه ما جهزتش للعنقود بيض ولا الكلام ده كله. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاعجاب للفيديو ومشاركه الفيديو، ولو اول مره تشاهدوا القناه فضلا اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس بحيث يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.